وعليكم السلام. السلام. مساء الخير. جاسم أحرام من العجلات، عمري 25 سنة. مرحبا بك. تنبيك أكثر إن شاء الله يا رب. سيد جاسم. نعم. أنا عندي إحساس أنك أنت عندك بوادر مسبقة في إن شاء الله يا رب. في القصة هذه، وأنك أنت جاد أنك أنت دائما تبحث أنك أنت تكون نجم من النجوم الغناء والطرب. بالتأكيد عندك مشاركات مسبقة في الموضوع هذا، فياريت مثلا ترى تعطينا شنو التجربة اللي خطها في السابق قبل ما نبدو معك، وبراحة بدون يعني خوف وبدون أي شيء، نبو تحكي لنا جزء بسيط من حكايتك الفنية وبعدين نبو نسمع من حضرتك. طبعا أنا هواية الغناء، طالب جامعي، كانت عندي مشاركة في برنامج عرب آيدل في سيزن 2، وشاركت أيضا في إكس فاكتر في 2014، فموفقنيش الحظ ان انا نكمل، وشاركت في ستار اكاديمي الموسم 12، عبينا الاستماره وتمام، بس للاسف انه هو التغي وقفوه، ما نعرفش الاسباب شنو. مازال عندك امل انك تنجح؟ يعني هذا كله ما صارش ما صارش ما صارش ما صارش. والله هو اكيد في امل، انا ما نحبش الياس، يعجبني فيك روح الاصرار. حلو حلو حلو، وان شاء الله تنجح معنا. ان شاء الله يا رب. تسلموا يا رب. دخيل الله أو بعد الله دخيلك، ولا أظنك ترد اللي انت خابك، هزمني الشوق وجبرني أجيلك في تالي الليل أدق بابك. شكرا والله. أنا بالنسبة لي يعني لا، شكرا دخيلك حطني لا. شكرا للأسف يعني برضو لا برضو لا.